أنا أحمد الخطيب، فنان فلسطيني سوري، درست معهد العمل اليدوي اللي هو معهد إعداد مدرسين، ومدرس للرسم بمدارس دمشق من 2003، عضو اتحاد فنانين تشكيليين سوريين، وعضو فنان اتحاد فنانين تشكيليين فلسطينيين، حالياً أمين سر الاتحاد. إلي عدة مشاركات جماعية ومعارض فردية متعددة، يعني أعمالي متنوعة انتمت لعدة مدارس. طبعاً لأنه الفنان طبيعي يمر بتجربته بأكثر من مرحلة، خاصة إذا كان يحب البحث. بالنسبة لي الفن هو حالة بحث جدية، وبنفس الوقت هي تعبير وتناول للمواضيع الإنسانية، للطبيعة، للمحيط، من خلال وجهة نظري، من خلال قراءاتي، من خلال فلسفتي الخاصة. هلأ يعني بعتبر موضوع أني انتمي لمدرسة شوي شائك لسببين. السبب الأول أنه باعتقادي أنه الفن هو أكبر من فكرة التزام بقوانين وقواعد، لأنه الإنسان بمراحله العمرية وحتى حالاته النفسية بمر بعدة منعطفات بتأثر بفهمه للحياة، بتأثر بقناعاته، بمعتقداته، وبالتالي من الصعب يعني بمكان أنه يقدر الفنان يعني يتأطر ضمن إطار أو ضمن فكرة. هلأ في كتير مدارس فنية بالنسبة لي كتير أثارت إعجابي بالبداية، يعني في تيارات فنية العلاقة بالواقعية، خاصة ببداياتي كنت معجب جدا بالواقعية المفرطة، وسرقني فكرة أني أنا أرسم بطريقة فيها دقة عالية، فيها كتير موضوعية بالتعاطي مع التفاصيل، بالإبهار اللوني إلى آخره. بالتدريج بدأت أشعر بنوع من أنواع أول شيء الأسر والتقيد، أنه أنا مجبر أني أنا أعمل هيك. هذا الحكي حسيت أنه ما عم ينسجم مع الشيء اللي أنا بحبه، بدأت نوعا ما بالتحرر، ذهبت باتجاه الانطباعية. الانطباعية بالنسبة لي كانت هي مساحة حرة من العمل، من البحث، وبنفس الوقت أنه يعني قدمت لي الكثير من الخبرات اللونية اللي فيما بعد صارت تسمح لي أنه أنا استخدم اللون كعنصر أساسي في العمل، وليس هو أكسسوار، لا، هو من مكونات العمل اللون، لأنه التأثير النفسي للون مهم جدا، وهو بيلعب دور حقيقي، خاصة وقت اللي بدأت بإنتاج الأعمال السريالية. من ثم بدأت بالعمل نحو السريالية. السريالية بتحتاج لفكر، لآلية تحليلية، بنفس الوقت لازم يكون عند الفنان مقدرة فنية بتخوله أنه هو يعبر عن الخيالات والأفكار اللي عم بيطرحها، وبحاجة العمل لمرونة بتتطلب عدة خبرات لابد أنه الفنان يكون بتقنها. يعني ما زلت لحد الآن أبحث عن شيء يلبي رغبتي الفنية، يعبر عن أفكاري بنفس الآنية بطريقة لحظية. في كتير أفكار تتداعى لحظة إنتاج العمل الفني. أتمنى في بعض الأحيان لو أنه الزمن بصير بطيء نوعا ما لحتى أقدر ألتقط هالشعور، التقط هالفكرة، التقط هالعاطفة، وحاول ظني مستمر فيها لأطول وقت لحتى أقدر أصطاد هذه اللحظة، أقدر أنشئ عمل فني هو يكون صادق، عم بوثق اللحظة وعم بوثق الشعور، عم بوثق الفكرة بهذا الوقت. المقاومة بالكلمة والمقاومة بالريشة والمقاومة بالصورة باعتقادي أنه هي لها أهمية ودور كبير جدا. هل استطعت أم لا؟ أكيد استطعت. على مر الأزمنة الفنان التشكيلي الفلسطيني الملتزم بشكل خطر، في بعض الأحيان قد يصل لنفس خطورة المسلح اللي عم بيقاوم أو المجاهد اللي عم بيمسك سلاح. ليش؟ الأمثلة عديدة طبعا، ابتداء من ناجي العلي، طبعا نفس الوقت غسان كنفاني، كل المبدعين الفلسطينيين
كانوا عم بيشكلوا بمحفز ومنظر للثورة الفلسطينية اللي هدفها كان تحرير الإنسان الفلسطيني، تحرير الأرض الفلسطينية، العودة. الفنانين التشكيليين الفلسطينيين لهم خصوصية بفنهم المقاوم والملتزم أكثر من تكون بس فكرة توثيق أو تكون فقط طرح القضية. لا، في بعض الأحيان عم بيكون العمل باتجاه أنه يكون عم بينطرح في مشكلة وبنفس الوقت عم بينطرح الحل من خلال اللوحة. في مقولة يعني أثارت إعجابي بتقول أنه الصورة تختزل 1000 كلمة إذا ما كان أكثر في بعض الأحيان. لذلك تأثير اللوحة تأثير مهم باستخدام الحاسة البصر، ومثل ما كان بيوم الأيامات مؤثر كذلك البوستر الفلسطيني، البوستر اللي كان عم بيحمل كتير معاني اللي قبلهم الفن الكاريكاتير. كل هاي الفنون هي ضمن إطار الفن التشكيلي وهي فعل من أفعال المقاومة.